أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما مننت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن توفنا غير مفتونين ونسألك حبك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصلاة والصيام
ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. إلى طريقك هديتنا وآخيت بين قلوبنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب وجامعهم ليوم الحساب. سبحان العزيز التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الغفور التواب. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا علي الأعلى يا علي الأعلى يا علي الأعلى. اللهم كن معنا يوم نفارق الأحباب، اللهم كن معنا يوم يتخلى عنا الأهل والأقارب والأولاد، اللهم كن معنا يوم تلتف الساق بالساق إليك ربنا، يومئذ المساق
اللهم كن معنا يوم نوضع في التراب، اللهم كن معنا يوم البعث والحساب، اللهم كن معنا يوم البعث والحساب. اللهم أعنا على سكرة الموت وشدته، اللهم أعنا على سكرة الموت وشدته، وعلى ضيق القبر وظلمته، وعلى ضمة القبر وظلمته. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك أن نعيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم أحينا عليها، اللهم ثبتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أمتنا عليها، اللهم أمتنا عليها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمنا، خواتيمها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين، ولا من رحمتك من القانطين، ولا من عفوك من الآيسين. إلهنا إلهنا، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، كل شغل بغيرك باطل. إلهنا وربنا ومولانا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقامت القيامة بأهوالها، بأي رجل نقف بين يديك، بأي قدم نقف بين يديك، وبأي عين ننظر إليك، وبأي لسان نعتذر إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا كريم يا كريم يا حسيب يا حليم يا حليم
يا جليل يا قدير يا فتاح يا رزاق يا قهار يا رافع يا خافض يا باسط يا محيي يا مميت يا مميت يا غفور يا شكور يا صبور يا غفار يا قهار يا علي يا علي يا قوي يا رازق يا رزاق يا فتاح يا عليم يا تواب يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مهيمن يا مهيمن يا بارئ يا خالق يا بارئ يا مصور يا مصور يا صمد يا صمد يا صمد يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ودود يا ودود يا رقيب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربا إنا غارقون في الذنوب ورضاك عنا غاية المطلوب لا شك يا ربي أنا مهما بلغت ذنوبنا أنت مزيل ألست أنت القائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا من يكشف الضر عمن دعاه يا من يكشف السوء عمن ناداه يا من إليه يلجأ التائبون يا من إليه يلجأ المقصرون يا من إليه يلجأ المذنبون نسألك بفقرنا إليك وغناك عنا أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا داعيا إلا أجابته ولا داعيا إلا أجابته يا سميع يا عليم يا بصير يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا
وقيامنا وقيامنا ودعاءنا ودعاءنا وتوبتنا وتوبتنا وتبتلنا ودمعنا وركوعنا وسجودنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين. اللهم من المقبول منا فنهنيه، اللهم من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود منا فنعزيه، ومن المطرود منا فنعزيه. إلهنا ما أنت صادع الليلة بعباد اعترفوا بتقصيرهم واعترفوا بذنوبهم، كم من مرة عاهدناك على التوبة ثم نكثنا، يا حليم يا حليم يا صبور يا صبور يا صبور يا شكور يا سلام، يا أرحم الراحمين، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله